لعبة جديدة على الإنترنت تعيد إحياء الحضارة الفينيقية. وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا ومنختم مع تطبيق جديد على الإنترنت، وهو عبارة عن لعبة بنستعيد من خلالها الحضارة الفينيقية العريقة. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا الأميرة ديالا إرسلين طلحوق. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، بنحييك وشكرا لحضورك معنا. أساطير فينيقيا، وشو هي هاللعبة تحديدا أو ميثكفري؟ ميثكفري هي تطبيق هو تطبيق آب على الآيباد أو على الأندرويد. هي لعبة اللاعب بيلعبها ليكتشف تاريخ فينيقيا القديم. أوكي، كيف تطورت الفكرة أكثر؟ كيف بلشتوا فيها؟ هي أنا بكتب قصص للولاد الصغار، كنت كاتبة قصة قدموس ورحلة الأبجدية الفينيقية، وبدي أعملها على نسق تانتان دسا أنيمي. بعدين لقيت أنه الأولاد عم بيقعدوا أكثر على الآيباد، عم بيحبوا الإلكترونيكس أكثر. قلت بدل ما أنطرهم أنا يجوا لعندي ويقروا قصصي، هات لأنا أروح لعندهم. حولت القصة بمساعدة صديق اسمه حسن عون، حولناها لتطبيق يلعبوا الأولاد ومنه يكتشفوا القصة اللي أنا كنت كاتبتها. حلو، لأنه هلأ الأولاد أكتر شي بيلعبوا على الآيفون بالتطبيقات، يعني هيدي طريقة تتوصل الرسالة أكتر من أنه من كتاب أو يقدروا عن جد يفوتوا بتفاصيل الحضارة الفينيقية. بدي أسألك ديالا، قديه تعمقتي بالحضاره الفينيقيه لحتى تقدري تعملي هالتطبيق؟ اكيد انا كل شيء بكتبه بعمل عليه دراسات قبل. درست على الحضاره الفينيقيه، طبعا كنا دارسينها بالمدرسه، بس اضطريت راجع كثير كتب تاريخ لمؤرخين لبنانيه واجانب معروفين كثير. يعني اخذتني عده اشهر ريسيرش، انا ابحاث بحب احكي عربي اكثر، اخذتني عده اشهر ابحاث وقارنت المعلومات لحتى قدرت احطها. لازم تكون دقيقه كثير، اكيد لازم تكون دقيقه، لانه ما فيك تعلمي التاريخ بطريقه غلط. صحيح. في محلات كثير دخلت الاسطوره بالحقيقه، حطيت انه يقال هيك 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 ويقال هيك 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 لحتى الولد يعرف انه هيدي ممكن تكون اسطوره مش حقيقه. صحيح. طب مثل ما عم نشوف هيك من خلال الصور على الشاشه، قديش هي يعني حاولتوا تقربوا هاللعبه او هالتطبيق الى عالم الطفل مثل ما هو بيشوفه بالالوان، بالقصص اللي نحن عايشينها، الرسومات؟ صحيح، نحن اشتغلنا كثير على الرسومات، وهون بدي اشكر رانيا غزالي اللي شغلها رائع وفائق التصور. حبيت انه الالوان يكونوا مثل ما هن بيشوفون بالبرامج الاجنبيه، لانه البرامج الاجنبيه بالتقنيات اللي عندهم اياها متفوقين علينا كثير. التقنيات الحديثه كثير كثير حديثه ومتفوقين علينا، بقى انا حبيت تكون بنفس هالمستوى. هل في اعمار معينه تتوجه فيها هاللعبه مثلا؟ إيه، لقلك ببلشوا بثمان سنين ل 88 سنه اذا بدك او اكثر، لانه اللعبه فيها قصص، في بدهم يسمعوا القصه او بدهم يقروها. انا حاطه اوبشن بيقدروا يسمعوها وبيقدروا يقروها على السكرين، بقى ليقدروا يقروا ويقدروا يفهموا العربي النحوي والانجليزي ما بيقدروا يكونوا اقل من 8 سنين. بتحركي كل الحواس. بتحرك كل الحواس، نعم. طب في شروط للعبه فيها هيك كمان بعض الحماس؟ يعني بتعرفي الولد ممكن يزهق او حتى الكبير؟ طبعا. لقلك انا اول ما بلشت اللعبه صراحه اخذتنا 4 سنين شغل، لانه كل فتره نعمل التطبيق ونعمل له ديفلوبمنت اجي اخذ اولاد من عده اعمار، ما اقول لهم انه انا عامل اللعبه لما يجاملوني وفرجيهم عليها. في كثير قالوا لي مثلا هون بتقدر تكون مور اكسايتنج وهون اتس بورينج وهون كثير حلو، كفي هيك يعني. حلو. اخذت أراءهم قبل ما كفي فيها وغيرنا 3-4 مرات باللعبه لحتى تناسبهم. طب هل في موسيقى باللعبه؟ طبعا. مين ساعدك بالموسيقى؟ مين حطها؟ طبعا الموسيقى هي نايو وعود، اشتغلهم مازن صالحه.
حلو. في اقبال صار على هالتطبيق، شو ردود الفعل عم بتكون؟ لا لك، نحن قلنا بس 10 ايام نزلت على الاب ستور، اصحابنا والولاد اللي لعبوا فيها كثير عم بحبوها وعم بخبروا بعضهم. بتامل هلا بعد هالحلقه انه الناس تفوت تشوف اللعبه ويحطوا لنا ريفيوز على الاب ستور، لانه نحن بحاجه لنعرف ردة الفعل. أقولك حيتعلقوا فيها أكثر من بوكيمون جو. بحاجة لشيء يعني أكثر ولد تعلق فيه له طعم. لقلك أنا كان كتير هيني بالنسبة لنا نعمل لعبة فيها أكشن وخبيط وقتل مثل ما الأولاد هلأ عم يطلبوا للأسف. صحيح. إنما أنا ضد العنف وأنا مع الثقافة أكثر، لأنه العنف بخرب الثقافة بتبني. بقى إن شاء الله إنه يكونوا هلأ مش قصة بس إنه عم يتعلموا تاريخ، هني عم يتسلوا. بقلب اللعبة في بازلز، أحجيات، في كلوز. يعني مثلا بتبلش اللعبة بمتحف بيروت، هلأ عم بغشش شوي المشاهدين، بقلب المتحف بدي يروحوا يلاقوا كلوز، مفاتيح ليفتحوا المدن الفينيقية القديمة. بلا هالمفاتيح ما بيقدروا يدخلوا على هالمدن. بهالمدن عم بيسمعوا قصص، عم بينبشوا على أحجار وعلى موزايك ضايعين لبالآخر بدهم يركبون، وبنفس الوقت عم بيتعلموا التاريخ. يعني أنا بعتقد بالنسبة لي أحلى شيء، أحلى تو سينز بهاللعبة هن أدونيس وعشتروت قصتهم، وهن بعلبك، هياكل بعلبك اللي بتتهدم من وراء الهزة الأرضية، وعلى الشاشة بيصير في هزة وبتتهدم والولد بده يرجع يركبها كلها، وبعد ما يركب المعابد الثلاثة بيطلع له الأحجار اللي هو عم ينبش عليها. وبتلعب فرد لحاله مش أن جروب أو مجموعة؟ إيه فرد لحاله. نعم. أوكي. وحلو إنه التطبيق كمان فيهم يلعبوه حتى الولد، مش بس الولد، الناس الكبار كمان إذا بدون يتعلموا عن الحضارة ما بيعرفوا. صحيح، بيقدروا يلعبوا فيها. ونحن عملناها بالعربي وبالإنجليزي للإنسان ينقي شو بده. نحن أنا طبعا شخصيا بفضل اللغة العربية، لأنه هي هويتنا، هي اللي بتربطنا بمجتمعنا وبأهلنا. إنما عملتها بالإنجليزي لأنه كمان في عندك مغتربين كتير تركوا وبحبوا يرجعوا الرابط باللغة العربية. بيقدروا يلعبوها بالإنجليزي هن وولادهم، يرجعوا يلعبوها بالعربي ليفرجون انه هذا النص هو نفسه هيك بالانجليزي نفسه هيك بالعربي. فيها ليفلز؟ فيها مراحل؟ ما فيها ليفلز. لا. اوكي. حلو اسمها ميث كوفري، مثل ديسكوفري بس. نعم. ميث يعني الاسطوره، الواحد بده يكتشف الاسطوره. انا بدي اشكر غسان على هالاسم. وليه الحضاره الفينيقيه مش غايره؟ الحضاره الفينيقيه اول شيء الجواب البديهي انه حضارتنا، هيدي تاريخنا. ثانيا نحن غزونا العالم بالابجديه، اكتشفنا الارجوان، عندنا اسطوره طائر الفينيق ادونيس وعشتروت. مهم انه الواحد يكون بيعرف، مهم انه يكون بيعرفها، ومهم انه كمان العالم، انا بتمنى اوصل للعالم كله يعرفوا اسم اوروبا منين اجا. القاعدين بقاره اوروبا، مين هي اوروبا؟ ما هي بتخصنا، هي قربتنا اوروبا. اصول فينيقيه هي، اصول فينيقيه. نعم، هي ابنه ملك سور اجينور. وحبيت كمان ضوي على الاساطير، لانه الاساطير هي قبل العلم، قبل ما يكون في علم وفي شيء اسمه علم، الشعوب البشريه حاولت تفسر الظواهر الطبيعيه اللي هي عم تشهدها، ودخلوا يعني حطوا فيها لهالاساطير كل خوفهم، كل رغباتهم، وكل الثقافة اللي كانت على أيامهم. الأساطير خاصة الأساطير الفينيقية بتفرجي جمال الخيال الإنساني. وبتتشابه الأساطير الفينيقية مع الرومانية ومع المصرية ومع الإغريقية. أغلبهم بيحكوا عن صراع بين الخير والشر، عن الحب والموت والتضحية والريزركشن، الانبعاث. ودايما في منا عبرة، وأنه الخير اللي بينتصر. ان شاء الله انه هالايام ان شاء الله تلاقي كمان كل هالاقبال هالتطبيق. ممكن بعد متكفر رح تتابعي بالمجال التطبيق؟ اكيد رح تتابع، لانه في اساطير غير الاساطير الفينيقيه مهمه كثير حابه اشتغلها. بلشنا ولا بعد الاختبار؟ بلشنا طبعا. لا ما في بريك. لا ما في بريك. لا، بلشت بالاساطير الثانيه بس هلا. أوكي. بدي اشوف اول شيء رده فعل على اساطير فينيقيا، وبعدين بكفي بمتكفري اساطير ثانيه. كيف عم تقدري تنسقي بين تكتبي روايات للاطفال وتنسقي بين التطبيقات؟ يعني بدهم وقت هدول؟ بدهم وقت. ايه عم بقول لك هيدي اخذتنا 4 سنين، وهلا الثانيه صار لي سنه عم بشتغل عليها وبعد ما خلصت. لاقول لك هلا مثلا ما عم بكتب روايات للاطفال. أوكي. عم بتوجه اكثر للتطبيق اللي فيه قصص. بتحسي اكثر عم بيلاقي تجاوب اكثر. بعدين هلا رح اقولها بالانجليزي، ما لها كلمه بالعربي. اتس مور كول
انه الواحد يلعب تطبيق، انه بتحسي حالك انت ادفاست، انت عم التكنولوجيا انت عم تقربك من الاجيال، انت ما بدك تبعدي عنهم يعني. لذيذ العمليه صحيح. طب ديالا رح ندعيك معنا على اللانش تيبل ليصير في بيناتنا خبز وملح هلا. شكرا. لنشوف الشاف حسين عبد الساتر شو محضر، تفضلي معنا. شكرا. هاي رح نعطيك بريك منا نحن، صار لي من اول شوي من التطبيقات. انا صار لي من اول الحلقه ومحمسه على الاكل صراحه. تفضلي. ميرسي. مرحبا، كيف بعد ما مشيت ضيفتنا فاطمة حداد، اختصاصية بعلاج البشرة. كنا عم نحكي عن تكنيك جديدة وماشين جديدة تكشف أكثر شو بحاجة بشرتنا. شو شايف؟ شو حضرنا لليوم؟ عن جديد؟ عن جديد اليوم رحنا على المطبخ الإيطالي والمطبخ المكسيكي، عاملينهم مع بعض، خلطينهم مع بعض، اللي هو الدجاج مع الكريم فريش، شيء كثير طيب. أول شيء جبنا نحن صدورة الدجاج مسحبة، قليناهم مع البصل والفليفل الملونة، حطينا لهم كريم فريش وشوي صغيره من صلصه الصويا وفلفل ابيض، هيدا الصلصه والدجاج. كمان الرز الاصفر هو عباره عن رز امريكاني مع العقده الصفراء وشوي صغيره من الزبده، فينا نحط زيت نباتي اللي ما بيحب الزبده. أوكي. هيدا كان طبقنا لليوم. حطينا تين مثل ما عم نشوف، لان احنا اليوم صرنا بموسم التين. نعم. فالتين كثير مهم، غنى عن التعريف التين قد ايه عنده فوائد غذائيه، وايضا مثل ما حكينا هو مضاد للاكسده اللي بحارب الامراض السرطانيه. اوكي شيف، كيف ممكن يتواصلوا معك كل حابين ياخذوا كل هالريسبيز؟ فيني يتواصلوا معي على الفيسبوك شيف حسين عبد الساتر. نعم. او على رقمي الخاص 00961-3842-189، او فيني يشوفوا كمان يزوروا الويب سايت www.chefhsainabdelsater.com. شكرا لك شيف، اكيد رح نتذوق كل اللي حضرته اليوم. اهلا وسهلا فيك. بدي على ما اقول شوفك عم تعملي تطبيق عن مثلا الاكل اللبناني او الاصول عن الاكل او حيلا شيء بيتعلق. ممكن اذا فيها فائده للاولاد وللهواي اكيد، بس في كثير تطبيقات وكلهم اشطر مني بالاكل. شكرا لك ديالا، شكرا لحضورك معنا، موفقه بالتطبيق ومزيد من النجاحات. شكرا لك فاطمه. يلا بدنا نرجع. ايه بالكليك لازم. يلا بدنا نحكي السراد. وانا كمان بجيب لاقيكم حمصنا كلنا. لا 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 خلص رح نحطها هلا بالاخر نسجل موعد. وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا لليوم. موعدنا اذا الله راد بكره بحلقه جديده، فانتبهوا لنا على حالكم ونشوفكم يوم غد. الى اللقاء. هذا حبيبي احب كلش، عيني عليه مسهره بس قلبي احبه كلش كلش احبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه.